مرحبا بكم أينما كنتم من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. لوائح محسنة لإيجارات المباني غير السكنية. تحصيل الإيرادات الضريبية للبلاد عامة. ندوة لإنتاج الأسماك في المياه العذبة بالإقليم الأوسط. انفجار مدوي يودي بحياة 33 شخصا في بنغازي. احتجاجات على زيارة ترامب للمشاركة في قمة دافوز. وبريطانيا تؤسس وحدة للتعامل مع الأخبار الكاذبة. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدرت وزارة الحكومات المحلية لوائح محسنة يجرى العمل بها على مستوى البلاد بشأن إيجارات المباني غير السكنية سواء الخاصة والحكومية، ويسري مفعولها من الأول من فبراير ل2018. وتستند أسعار الإيجارات الشهرية بموجب اللوائح الصادرة على حجم المساحة، وتقسم على 10 مناطق إيجار حسب المدن والبلدات والقرى والبنى التحتية والخدمات. لذلك فإن أسعار إيجارات المباني غير السكنية للمنطقة العاشرة يكون أقل من سعر المنطقة الأولى. كما تحدد المساحة الخواء في المنزل المستأجر بسعر 4 نقفات للمتر المربع حتى 500 متر مربع، لتنخفض إلى 3 نقفات للمتر المربع من 501 متر مربع وما فوق. ويتوجب على المؤجرين والمستأجرين بموجب ذلك التوجه بدءا من الأول من فبراير إلى مكاتب إدارة إيجارات البيوت الخاصة الموجودة في مديرياتهم والبيوت الحكومية إلى إدارة إيجارات البيوت لتجديد عقود الإيجار، كما يتطلب من المستأجرين الجدد توثيق عقود الإيجار بدءا من يوم عقد الإيجار. وتوضح اللوائح المحسنة بأن انتهاك هذه اللوائح من خلال الإيجار دون عقود أو تحديد سعر إيجار أعلى يعرض للمساءلة القانونية. أعلن المدير العام لقسم الإيرادات الداخلية بوزارة المالية السيد يوحنس إسحاق بأن التحصيل الضريبي جار في البلاد عامة بصورة جيدة حسب الجدول الزمني الموضوع والفئات الضريبية. وقال إن الضريبة تعتبر استثنائية عن الأقسام الخدمية الأخرى، لأن الضريبة بعد تحصيلها من الجهات الحكومية المختصة يعود توظيفها لخدمات المواطنين، مؤكدا بأن جميع المواطنين أصحاب الدخل من مختلف الأنشطة لهم واجب دفع الضريبة، وتتخذ الإجراءات العقابية والخطوات الأخرى للمتهربين من دفع الضرائب بموجب مرسوم الضريبة، داعيا المواطنين لدفع الضريبة في الوقت المحدد وحول رده لامتعاض جامعي الضرائب لهدرهم الوقت والطاقات بسبب إهمال أعضاء بعض أقسام الإيرادات الداخلية. قال السيد يوحنس قد تكون موجودة كظاهرة، موصيا دافعي الضرائب لتقديم المعلومات مع الأدلة للجهات المعنية في حينها في حال حدوث مثل هذه الظاهرة، مشيرا إلى وجود بعض التأخير في بعض المكاتب نتيجة ضغط الخدمات ويجري العمل لحلها. وأشار إلى تأهيل 50 شابا سيدخلون العمل قريبا لحل النقص في المحاسبين، وأوضح بأن الأنشطة التي تعتبر مصدر دخل لكن أصحابها لا يدفعون الضريبة هي أنشطة السمسرة دون رخصة تجارية، والأنشطة المرتبطة بالمناسبات، وتأجير المنازل والإبلاغ عن سعر أقل من المتفق عليه، وستتخذ بشأنهم الإجراءات. وأكد المدير العام لقسم الإيرادات الداخلية السيد يوحنس إسحاق أن العمل جار لحل المصاعب التي تحدث أثناء العمل، داعيا دافعي الضرائب لتقديم الإقرار الضريبي المنظم لخدمات أسرع وأفضل. نظمت في 23 من يناير الجاري في الإقليم الأوسط ورشة عمل لدراسة سبل إنتاج الأسماك في المياه العذبة المستزرعة في 123 سدا وحفيرا و4 آبار بالإقليم.
وقد تم التوضيح في المناسبة ووفق الدراسة المقدمة بأنه يمكن العمل في إنتاج الأسماك في المياه العذبة المستزرعة بمعظم السدود المنتشرة في الإقليم. وقدم مسؤول الثروة البحرية في الإقليم السيد إياسو تيكو كلمة أوضح فيها بأن الهدف من المشروع هو إتاحة فرص إنتاج الأسماك للسكان القاطنين في المناطق البعيدة عن السواحل البحرية في السدود المتوفرة في بيئتهم، وذلك لإيجاد التغذية السليمة ذات المحتوى الجيد من تلك الأسماك. وأشار الخبراء الذين قدموا أوراق العمل إلى أن إنتاج الأسماك في المياه العذبة تخفض الاعتماد على اللحوم الحمراء، إضافة إلى دورها البارز في ضمان الأمن الغذائي، وتخلق فرصا للعمل بالإضافة إلى دورها في استمرارية تأمين الأنشطة الاقتصادية الصغيرة. كما أوضح في المناسبة عن تنظيم حملات تعبوية ودورات تأهيلية للمزارعين لتوسيع مشروع الخمسية لإنتاج الأسماك الذي شرع العمل فيه بداية من العام 2017 في سدود طوكر وماي نفحي وعد شاخة وقالة وحيولو وعد بيدل وطعرش، وقد شجعت التجارب المكتسبة على توسيع المشروع. وفي الكلمة التي ألقاها حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي قال فيها إن إعطاء أهمية كبيرة لتنمية الأسماك في المياه العذبة لما تلعبه من دور كبير في ضمان الأمن الغذائي وتحسين معيشة المجتمع الريفي، منوها إلى بذل جهود منسقة لتوظيف خبراء في كافة المديريات وتنظيم دورات تأهيلية للمزارعين لضمان التغذية السليمة. من جانبه ذكر مسؤول قسم الزراعة التنمية الزراعية في الإقليم الأوسط السيد يماني أباي إلى تنفيذ برامج بناء حواجز المياه وإصلاح مساقط المياه باستمرار للحد من امتلاء السدود بالطمي وضمان نظافة المياه باعتبار أن وجود الأسماك يرتبط بوجود المياه. وأفاد التقرير المقدم بإنتاج الأسماك في مديريات الإقليم إلى الإنتاج من 16 سدا بمديرية سرجقة و7 سد في مديرية بريخ و6 في مديرية قلة نفحي و4 سدود في مناطق أسمرة، وحققت نتائج مشجعة. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 6 سدود كبيرة تسع مليون متر مكعب من المياه، و10 سدود أخرى تسع 500 ألف متر مكعب من المياه، و51 سدا يسع حوالي 700 متر مكعب. أكد الإريتريون المقيمون في قطر وألمانيا على تقوية التنظيم والعمل لإنجاح البرامج الوطنية. وقد عقد فرع الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في قطر مؤتمره الخامس، حيث خاطب المؤتمر سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم موضحا أهمية العمل المنسق لإنجاح جميع البرامج الوطنية للتنمية والتصدي، وحث للقيام بتقييم مستمر للبرامج المنفذة. من جانبه أوضح مسؤول تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في قطر السيد هاشم محمود أن رفع الوعي وتقوية التنظيم من العوامل الهامة لمهام الجبهة. وانتخب المؤتمر هيئة إدارية جديدة للفرع وأصدر قرارات وتوصيات لإنجاح البرامج الموضوعة. في غضون ذلك قدم فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ألمانيا في برنامج نظمه في مدينة كولن بمبلغ 1480 يورو للجمعية الوطنية الإريترية لمعاقي الحرب. وقالت رئيسة الفرع السيدة ذهب إياسو أن دعم المعاقين عمل نبيل يبعث على الارتياح، داعية لضمان استمرارية الدعم ونقله للأجيال الحديثة. نظم في مديرية إمن حيلي سيمينار توعوي لرفع وعي الطلاب القانوني وتعزيز دورهم في مكافحة الجريمة. ودعا قائد مركز شرطة مديرية إمن حيلي النقيب كيداني هيلي في اللقاء الذي عقده لطلاب مدرسة كدبعور المتوسطة والثانوية إلى استمرار العمل المنسق لاكتساب الطلاب مهن متنوعة إلى جانب تعليمهم الأكاديمي من أجل فعالية الطلاب واحترامهم للقانون. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ مرح كيروس الطلاب لاستدراك السلبيات التي تسببها الأخلاق السيئة لمستقبلهم، وعليهم التركيز على تعليمهم لاكتساب معرفة فعالة وضمان حياة مليئة بالرفاهية والرخاء. ونشد الطلاب على استمرارية مثل هذه الحملات التعبوية لأهميتها البارزة في رفع الوعي واستدلالاتها إلى الطريق الصحيح.
المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي، قال مسؤولون إن 33 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون بينهم شخصيات أمنية كبيرة ومدنيون في انفجار سيارتين ملقومتين بمدينة بنغازي شرق ليبيا. وتتحدث تقارير عن إصابة 20 إلى 30 شخصا جراء التفجيرين المتزامنين. وانفجرت السيارة الأولى أمام مسجد بيعة الرضوان بحي السلماني، وبعد دقائق انفجرت السيارة الثانية على الجانب الآخر من الشارع. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مستشفى الجلاء في بنغازي التي استقبلت الضحايا قولها إن القتلى بينهم عسكريون. ومن غير المعروف الجهة التي تقف وراء الهجمات الدامية. ورغم وقوع تفجيرات دموية في ليبيا سابقا، إلا أن التفجيرين المتعاقبين ويفصلهما حوالي 15 دقيقة لم تكن شائعة من قبل، ويبدو أن هدفها سقوط أكبر عدد ممكن من المدنيين. نظم مناهضون مسيرات بعدد من المدن السويسرية احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزمع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، واخترقوا طوقا أمنيا في مدينة دافوز. ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة يوم الجمعة في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس، وهو اجتماع سنوي لرجال الأعمال والزعماء السياسيين في أنحاء متفرقة من العالم، ويمنع تنظيم احتجاجات خلاله. واقتحم نحو 20 متظاهرا السياج الأمني للوصول إلى مركز المؤتمرات، وهم يرفعون لافتات ويهتفون امحوا المنتدى الاقتصادي العالمي قبل أن تفرقهم الشرطة بشكل سلمي. وجرى نشر أكثر من 4000 جندي سويسري لتأمين دافوس، إضافة إلى 1000 شرطي، وفرض حظر طيران في المكان. وقالت الشرطة إن عدد المتظاهرين في زيورخ بلغ 2000، ونظم مئات المحتجين أيضا مسيرات في ساحات عامة في جنيف ولوزان وفيربورغ. قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيراماي إن الحكومة ستؤسس وحدة جديدة للتعامل مع الأخبار الكاذبة، ومحاولة ردع من يسعون لاستغلال هذه الأخبار للتأثير على الأحداث في البلاد. وسبق أن اتهمت ماي روسيا بالتدخل في الانتخابات، واتهمت الإعلام الرسمي الروسي بنشر قصص ملفقة لتغويض المؤسسات الغربية. وتنفي روسيا تدخلها في انتخابات الدول، بما في ذلك استفتاء يونيو 2016 في بريطانيا بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب الرئاسة الأمريكية في 2016. عمل الباحثون في الجامعة التقنية في الدنمارك على تطوير طريقة سريعة لتحديد وبشكل سريع نوع الثعبان المسؤول عن اللدغة. وتسببت لدغات الأفاعي نحو 100,000 حالة وفاة و 400,000 حالة إعاقة في جميع أنحاء العالم كل عام، ويتم التعامل مع معظم الحالات باستخدام مضادات التكافؤ بدلا من العلاج بالجرعة المحددة للنوع المعين من الثعبان الذي قام فعليا باللدغة. وقد قام الفريق بتطوير تشخيص اصطناعي قائم على البيولوجيا يمكن استخدامه لاختبار بلازما دم المريض فصلا عن خلايا الدم الحمراء باستخدام جهاز طرد مركزي يعمل باليد. تتم إزالة البلازما المصل وتوضع لمدة 30 دقيقة في غرفة الحضانة. والأجهزة المستخدمة في هذا البحث غير مكلفة، وقد لقي الفريق اهتماما من منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.